في حد فيكم لاحظ حاجه انا بعملها؟ غير حب التظليل ان بيبتدي يبان ايه؟ ان ده جوه، ان ده فوق. ابتديت اعمل حاجه اسمها الارتفاعات. من السطح هنا باين ثم السطح يقل. شايف الجنب والمسطح انا من تحت اهو. بقيت شايفه؟ اللي هي فكره الارتفاعات. احد اهم اشطر رسامين في العالم، اشطر انا بقولها وانا مطمن، رسامين في العالم، رسامين رسوم متحركه. اعلى تخيل واعلى مهاره رسم. يعني دول حلم، لاي حد، لاي مؤسسه، لاي شركه بتشتغل في اي مجال تاني غير رسوم متحركه. ان انا اتخيل كل حاجه انا برسمها كانها ازاز. ليه؟ عايز تبقى رسام كويس؟ اقول لكم احد الاسرار او احد الحاجات اللي انا بقتنع بيها وبتاكد منها وموجوده في الكتب مش وجهه نظر شخصيه. ارسم كل حاجه قدامك كانها ازاز. فاهمين حاجه؟ شفافه. الدنيا شفافه. ازاز. مفيش حاجه اسمها ان انت بترسم اللي عينيك شايفاه. عينيك قابله ان تخدع. اللي لا يمكن يخدع مين؟ عقلك. عينيك ممكن اخدعها. عقلي شايف ان ده علشان يبقى متوازن ومستطيلات سليم لازم يكون 12 درجه وكل درجين متقابلين متساويين في الطول ومتوازيين. انا بشتغل بالقانون ده، في اي مشكله؟ وهرسم الشكل كده. ولو مش شايف درجه انا بكمله. ولو في صندوق جوه مستخبي انا مخي شايفه ومتخيل وضعه جوه عامل ازاي. اول مهاره مهمه جدا 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 في الرسم ان انت ترسم بعقلك، بعد كده تخليها خيالك. يعني حتى خيالك لما تيجي تشتغل بيه بعد كده هيبقى خاضع لقانون العقل. الناس اللي عملوا فيلم افاتار كوكب ونباتات وحيوانات وظل ونور والدنيا بقت لايف جدا و3 دي اشتغلوها ازاي؟ خيال، بس خيال بيخضع لقوه الايه؟ العقل. فبالتالي انت بتعمل خيال بقانون الواقع. قانون الواقع احد اهم ادواته عشان الواقع هو اكتساب العقل القوانين. قوانين الفيزياء، قوانين التشريح، قوانين المنظور. شكل جوه شكل، شكل هندسي جوه الشكل الهندسي. اقدر كل ده اعمله بكل سهوله جدا. لو الاضلاع بتساوي بعض هنا ده قصير وده كبير. يبقى اسمه متوازي مستطيلات. مدارس اللغات بيسموه كيوبويد. ماشي؟ عارفين اللي في الرسم دي اقدر اقيمه، الحاجه الوحيده اللي ممكن تكون فيها اقدر اتكلم بشكل كويس ان الرسمه ايه؟ صح. عايزين بقى اوريها لكم انها حلوه، نقعد ربع ساعه اوريكم ازاي بقى تطلع مش حلوه، تطلع تحفه. بس ليذهب الحلاوه الى الجحيم. لا يعنيني انها تكون رسمه حلوه. انا ممكن ارسمها 100 ايه؟ اللي انتوا عايزينه. بالعدد اللي انتوا عايزينه. بالتدخل اللي انت عايزينه. وارسمها ايه؟ احنا ازاي نعرف ان احنا بنرسم صح؟ او زي في بروسس ثابته ان انا اعرف ان كل حاجه في الدنيا لا يعني انت في رسمت الشكل الهندسي صح؟ هتطلع كل حاجه صح. اللي انتوا شايفين الهلال ده تتوقعه، هو واضح جدا مش محتاج توقع. ان كله زي بعضه؟ لا الافتح فين؟ تحت. ليه؟ عشان على السطح اللي هو فيه انعكاس ريفليكشن. عشان السطح اللي تحت بالفعل بايه؟ بيعكس بكل سهوله فمأثر تحس ان في كميه اضاءه هنا متأثره بعد كده انها ايه؟ ريفليكت لايتس البسيطه لها شكل اقل. هنا يمكن مواجه هنا في المباراه متأثر. هو هنا مغمق شويه ليه؟ هنا مغمق ليه؟ شوية. مربع. أنا أقول لكم تكاد تكون مهارات الرسم تكاد أن تكون في ظني
ما تاخدش دي معلومه من حضرتك الكتاب. الظن المتواضع هي ثلاث حاجات: التخيل الفرادي، يليها الايقاع اللي هو حاجه اسمها الهاتشنج اللي هو ازاي تعمل التصليب، ثم بعض القوانين الفيزياء الضروريه. لو دول البيس الثلاث معلومات الاساسيه، لو الثلاث معلومات دول بشكل ما سيطرت عليهم حل مشاكل. حل ايه؟ مشاكل. بتاخد معاهم حاجتين بيساعدوك بيشد يعني يا كده يكونوا تلقينيين وتحفظيين، وبعد كده مخك بيستوعبهم وبيدوبوا جوه فن الرسم. المنظور والتشريح. المنظور ايه؟ والتشريح. تمام؟ دول الحاجات الاساسيه للفنانين. في وسط الاحداث بيبقى في حاجه اسمها كروكي، ده زي وورم اب او التسخين بتاع الفنانين، وده برضه هنتعرف عليه. فده حبه مجموعه المعارف اللي يعني بعتقد انها معارف جيده.